مساء الخير واهلا بحضراتكم. شفنا وسمعنا الفتره الاخيره قضيتين شغلوا الراي العام، قضيه الدكتوره سالين سيم وقضيه مريم سمير فايز حكيم. الاثنين عملوا ضجه كبيره، والاثنين بقوا راي عام، وناس كتيره جدا عملوا لقاءات وحوارات واتكلمنا كتير وفي حاجات كتيره جدا يعني شفناها وسمعناها وعرفناها. طيب طبعا احنا متابعين سالين سيم بعد ما المكالمة اللي متسربة بتاعت نيافة الأمباسي داروس ونطقت الشهادتين معاه، وبعد هذا الموضوع محدش اتكلم تاني عن موضوع سالين سيم. موضوع بقى مريم سمير، طبعا احنا شفنا ان هي طلعت مؤخرا مع محمود داود وقال لها قولي الشهادتين ورايا، فقالتهم، فقعد يسألها شوية أسئلة، انت مخطوفة؟ قالت له لأ. انت روحتي بنفسك؟ قالت له أيوة. وقعد يعني مش هنعيد الحوار تاني. المهم ان مريم رجعت وفيديو رجحة، الناس بقى قاعدين يقولوا ده للشو مش عارفة وإيه، ده برضو مش موضوعنا. المهم ان مريم رجعت، اتفاجئنا بعد رجوع مريم ان هجمة شرسة على السوشيال ميديا من بعض القنوات على اليوتيوب والفيسبوك شغالين ليل ونهار ان الكنيسة خطفت مريم سمير. ايوة زي ما سمعتوا كده، ان الكنيسة خطفت مريم سمير، والكل اجمع يعني القنوات دي تبع بقى اخوان تبع سلفيين وتفر، هم ايه هدفهم بعد رجوع مريم؟ خلاص هي البنت رجعت لأسرتها ونزلنا الفيديو ان هي وسط أسرتها وموضوعها خلص خلاص. لأ، بيعيدوا نغمة ان الكنيسة خطفت مريم. الكلام ده اتقال وقت كاميليا شحاتة لو تفتكروا من 12 سنة. كاميليا شحاتة موضوعها كان كبير جدا، وحصلت مظاهرات من قبل السلفيين، مظاهرات بقى في القاهرة وفي اسكندرية، وكان في أعداد مهولة كانت بتنزل علشان كانوا بيطلبوا عايز أختي كاميليا، ورفعوا قضية، بجد رفعوا قضية وقالوا إن إحنا عايزين كاميليا، هي أشهرت إسلامها المفاجأة الكبرى. هنسمع النهاردة فيديو كواليس تقال لأول مرة في موضوع كاميليا شحاتة بعد 12 سنة. لحد الآن الناس بتسأل هي كاميليا شحاتة فين ووفاء قسطنطين فين. متخيلين ان احنا بنحطهم في الدير زي يعني بيقولوا عليهم ان احنا ايه اسرنهم، يعني احنا بنخبيهم في الدير او احنا بنعذبهم في الدير، او هم مش بيشوفوا بقى الدنيا تاني وطول عمرهم بقى يقعدوا في الدير، يعني بيكونوا اسرى في الدير. احنا اسرنهم يا جماعة، احنا بيكونوا اسرى في الدير. المهم لحد الان النغمة دي اتكررت مع رجوع مريم سمير. مين اللي بيقول الكلام ده تاني؟ محمود داود، معاذ عليان، وكل بقى اتبعهم وانصرهم او كل من يروج نفس الافكار بتاعت الاخوان والسلفيين اللي عايزين يعملوا فتنة وفوضى في البلد. نفس النغمة طلعوا كلهم مرة واحدة، هجمة شرسة على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الوطنية، والكل أجمع إن الكنيسة خطفت مريم. ويا للعجب، هل الكنيسة هتخطف مريم؟ ده هم استلموها من الاسم، يعني والد مريم وعمها عملوا توكيل للمستشار نجيب جبرائيل وخلوه يمشي في إجراءات القانونية، الاسم اتصل بيه تعالوا استلموا البنت. الموضوع خلص، راحوا الاسم استلموا البنت الفجر. فنجيب جبرائيل كان عامل ندر لو موضوع مريم خلص هيروح يصلي في الكنيسة عادي يا جماعة، يعني احنا بنشكر ربنا على كل حال يعني. وراح وصلى أبانا الذي، وبالمرة قال نصور عشان الناس تعرف وتفرح كمان برجوع مريم عادي، يعني الناس برضو عايز تطمن على مريم انها بخير وكويسة، وده كان هدف الفيديو يعني. لا ده مغصوب عليها، لا ده عينيها ما كانتش مفتحة، لا دي كانت حاطة وشها في الأرض، لا شعرها مش عارفة كان فيه ايه، لا ده ما كانتش حاطة مكياج وشكلها 3 الفجر. انتوا بتخيلين 3 الفجر يعني ايه؟
يعني واحدة طول النهار كانت برة وكمان 3 أيام ما نمتش. انتم متخيلين مش قادرة تقف اصلا. يعني هو قال لهم بس هنصلي قبل الذي وهنمشي على طول. وكمان التصوير كان دقيقة، هما التصوير كان دقيقة، ما كملوش ال5 دقايق تصوير. ما كانش بغرض الشو اكتر ما هو يعرف الناس ان مريم رجعت ويفرح اهلها، ويفرح اهلها انها رجعت بالسلامة وهي البنت بخير والبنت بخير. وطبعا وانتوا عارفين ان المواقع الاخبارية كلها والالكترونية وكله متابع قضية مريم، لانها رأي عام ومن حق الرأي العام زي ما انتوا شرقتونا في موضوع مريم لما ترجع احنا من حقنا نعرف انها رجعت. فموضوع يعني انتم افورينه قوي، والمتاجرة والشور، ودخلتوا يمين ودخلتوا شمال ودخلتوا يمين ودخلتوا شمال، لحد ما مين بقى اللي دخل بقى وعمل عايز يعمل فتنة في البلد وفوضى. الاخوان والسلفيين دخلوا على الخط، لا الكنيسة ازاي تاخد مريم؟ هي الكنيسة اللي خدت مريم؟ الكنيسة مش في صراع مع حد، الكنيسة مش في صراع مع حد. ما تحطوش الكنيسة في جملة مفيدة، اهلها هم اللي استلموها مش الكنيسة. وهي دلوقتي قاعدة في العريش مع اهلها مبسوطة وفرحانة وشكرا قضيتها خلصت. لا اللي بيتكلم لحد، يعني انا بسجل الحلقة اهو دلوقتي، حتى هذه اللحظة بعد رجوع مريم بيومين، لحد الآن القنوات الإخوانية على السوشيال ميديا سواء على اليوتيوب أو سواء على الفيسبوك مسكين موضوع مريم سمير وبيكلموا لسه فيه تاني، وبيتهموا الكنيسة بأنها خطفت مريم، وهيكون مصيرها زي كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين. أنا هسيبكم تتفرجوا على حتة فيديو، الفيديو ده تاريخي من وجهة نظري لأنه شرح بالتفصيل موضوع كاميليا شحاتة. يعني انتوا هتستغربوا ان كاميليا شحاتة اصلا. انا هسيبكم على الفيديو تسمعوه، بس قبل ما اسيبكم على الفيديو انا دلوقتي هوريكم الهجمة الشرسة اللي على السوشيال ميديا اللي حصلت اليومين اللي فاتوا دول من قبل الاخوان والسلفيين اللي بتتهموا الكنيسة بانها خطفت مريم. تعالوا نشوف اول واحد بيقول ايه. انقذوا مريم يا اهل مصر، انقذوا اختكم مريم من الكنيسة. ياه شايفين يا جماعة كتب ايه. ندخل على اللي بعده، اللقاء المفتوح، مريم سمير فايز تفضح الكنيسة المصرية وتكشف اهدافها الخطيرة. اللقاء المفتوح، اهداف الكنيسة من ترهيب المسلمات. اللي بعده، هل عادت مريم سمير فايز الى المسيحية؟ شاهد الحقيقة كاملة، مأساة تتكرر من الكنيسة. هو عايز يقول فيما معناه زي ما حصل سابقا مع كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، وهذا اتهام باطل من الأساس لأن ما حصلش كده خالص. خلي بالكوا يا جماعة. اللي بعده، علي حسين المهدي، يعني ده إخواني بحت، يعني من هي مريم سمير فايز؟ الكنيسة المصرية النجسة تختطف مسلمة وتعدها للمسيحية. خلي بالكم. حقيقة إسلام مريم سمير فايز، ظهور غامض في الكنيسة ومعلقون عريتوا البنت. اللي بعده، مفاجآت، لماذا عادت مريم سمير لأهلها؟ لقاء مع المستشار باسم سليمان، ودي كانت قناة معاذ عليان. اللي بعده، مريم سمير، قصة الدكتورة التي أسلمت فخطفتها الكنيسة. خلي بالكم. اللي بعده، تحدي للنصارى، المسيحيين في مصر حول مريم سمير فايز ووفاء قسطنطين اقبلوا التحدي. اللي بعده، صيحة تحذير وصرخة، نذير اختطاف مريم سمير فايز وتسليمها إلى الكنيسة. أين مريم يا كنيسة العار؟ شايفين يا جماعة الموضوع بقى كبير قوي. اللي بعده، دي قناة مريم غبور بتقول، الأسباب الحقيقية لعودة الدكتورة مريم سمير فايز، إيه هي أسباب الرجوع؟ اللي بعده، حقيقة رجوع مريم سمير للمسيحية بعد أن أسلمت وكشف المستور من مسيحي سابق. اللي بعده، عودة مريم سمير فايز للكنيسة بعد إشهار إسلامها
عودة مريم سمير فايز للكنيسة برعاية الأزهر الشريف، الكنيسة فوق الدولة. ياه، شوفوا بقى يا جماعة التسخين، وشوفوا بقى يعني بيعملوا ايه ضد الدولة. خلي بالكم، مريم سمير فايز، لماذا تخاف الكنيسة من المسلمين الجدد؟ موضوع كبير قوي يا جماعة. اللي بعده، الدكتورة مريم سمير في أمان، المسلمين ادعموها حتى لا يعدوها للكنيسة، يعني تحريض علني على الكنيسة. اللي بعده، مريم سمير فايز حكيم، تترك قال الرب لربي تعالى اقعد جنبي، تعبد الله الواحد لا شريك له. اللي بعده، الأخت مريم سمير تصدم النصارى بإسلامها مما جعلهم يفقدون أعصابهم محاولين تنفير أذبحهم. شوف يا جماعة العناوين عاملة ازاي، انا بوريكوا بس عينة. مريم سمير فايز حكيم، دي كانت مريم غبور برضو، هل ستكون محور للصراع؟ محور صراع واحنا داخلين حرب. رعب القنوات المسيحية بعد ظهور دكتورة مريم سمير بعد اسلامها، رعب، احنا مش مرعبين ولا حاجة. اللي بعده، ملحمة جديدة، اسلام الدكتورة مريم سمير فايز. اللي بعده، أسلمت ورجعوها مسيحية تاني، مريم سمير فايز أسلمت ورجعوها مسيحية تاني، سؤال إلى الأزهر الشريف. اللي بعده، إجبار مريم سمير للعودة للكنيسة، مريم سمير فايز الدكتورة التي أسلمت فخطفتها الكنيسة. ياه. اللي بعده، لماذا خطفت الكنيسة مريم سمير وحبستها في الدير؟ ده واحد اسمه محمد رياض سرور. ما انا بقول لكم كله طلع مره واحده وبنفس الكلام وبنفس العناوين اللي كلها ضد الكنيسه. يعني كان كده اخر واحد، تعالوا بقى ندخل على الفيديو واسمعوه كويس جدا جدا، لان في اجراءات قانونيه لازم تتعمل علشان لو حد عايز يعني بيحول من دين لدين اخر، فلازم في اجراءات قانونيه لازم تتعمل. اسمعوا بقى كويس وفكروا في حاجات كتيرة جدا، وفكروا في قضية سالنسيم وقضية مريم سمير فايز، لان في حاجات كتيرة جدا بتتم وكأن التاريخ بيعيد نفسه. نفس الاجواء يا جماعة، نفس الاجواء وكأن التاريخ يعيد نفسه. انتوا هتسمعوا الفيديو وهتفهموا حاجات كتيرة جدا جدا جدا. يلا انا هسيبكم على الفيديو دلوقتي. نتكلم عن قضية، القضية دي شغلت الرأي العام المصري بقوة في هذه الأيام، وهي قضية كاميليا شحاتة. طبعا قبل ثورة 25 يناير أو بعد اختفاء كاميليا شحاتة، احنا لاحظنا مظاهرات سلفية لدرجة ان السلفيين يعني تظاهروا أمام مسجد النور، وتظاهروا في عدة أماكن في اسكندرية وفي القاهرة، ولدرجة انهم يعني اليومين دول في سابقة خطيرة جدا حصروا الكاتدرائية المرقسية، وهددوا كمان، هددوا انهم هيقتحموا الأديرة لكي يعني يخرجوا كاميليا. طبعا في ظل هذا الاحتقان وهذا التصعيد السلفي بسبب واحدة يعني كاميليا شحاتة، احنا كنا يعني كان لازم يعني نعرف المدخل القانوني لهذه القضية. هل فعلا كاميليا شحاتة اسلمت ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا، وكان مفروض يعني نتناوله بشكل قانوني بعيدا عن التخمينات، لان في ناس بتتكلم بتقول كاميليا شحاتة اسلمت، وفي ناس بتقول ما اسلمتش، لكن احنا كنا عايزين نعرف يعني الرأي القانوني في هذا الموضوع. أنا بصراحة لفت انتباهي بحث قانوني موثق لمراحل يعني عدم إسلام كاميليا. يعني المبحث القانوني ده بيؤكد فعلا أن كاميليا شحاتة لم تشهر إسلامها. هذا المبحث القانوني للدكتور نبيل لوقا بباوي، وإحنا طبعا يعني علشان نقدر يعني نتكلم عن هذه القضية ونعرف الرأي العام المصري وبرضو الرأي العام اللي بره حوالين أبعاد هذه القضية، هل وفاء فعلا
وفاء قسطنطين، لأن برضو المبحث بيتناول أزمة وفاء قسطنطين أيضا. المبحث عبارة عن حوالي 59 صفحة. طبعا الدكتور نبيل لو أباو في هذا البحث القانوني بيتناول خطوة خطوة مراحل اللي تمت في من وقت اختفاء كاميليا شحاتة لغاية دلوقتي، يعني من ساعة ما اختفت لغاية دلوقتي، وبرضو موضوع وفاء قسطنطين من ساعة ما اختفت لغاية دلوقتي. وهو ذكر في مقدمة هذا البحث القانوني اللي مرشح انه يكون كتاب، يعني بيقول ان ممكن في ظل هذا التصاعد السلفي ممكن تحصل حرب أهلية في مصر في ظل هذا التصاعد السلفي. يعني مش علشان واحدة يقال او يشاع انها اسلمت ننزل بقى نقتل في بعض وكل شوية نتظاهر والدولة بتتفرج والمجلس العسكري بيتفرج. لكن برضو احنا نشكر المجلس العسكري لانه من حوالي يعني يومين كده طلع بيان بيقول ان احنا هنتصدى لاي محاولة للفتنة الطائفية. طبعا احنا دلوقتي بنرحب بالاستاذ الدكتور نبيل لو قبيباوي، استاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة والحقوق وعضو مجلس الشورى السابق. اهلا يا دكتور. اهلا، ازيك يا استاذ كمال؟ الله يسلمك. حضرتك دلوقتي يعني ايه اللي خلاك تفكر تعمل هذا البحث القانوني؟ السبب بسيط قوي. ان مصر ممكن تخش في حرب اهليه تمام بين المسلمين خاصه القطاع السلفيين والاقباط في موضوع مختلق، في ناس عملاها زي ما تقول سبوبة. فبحثت موضوع كاميليا شحاتة وفاء قسطنطين خطوة خطوة تمام. وعملت البحث بتاع كاميليا شحاتة وفاء قسطنطين وسلمته لمكتب المشير طنطاوي والمجلس الأعلى للقضاء العسكري، وسلمته لرئيس الوزارة وسلمته للدكتور يحيى الجمل. كان امتى يا دكتور التسليم ده؟ الكلام ده من حوالي 15 يوم تمام. وسلمته للمجلس العسكري كله واثبتت فيه بالمستندات تمام والقوانين والوقائع ان لا اسلمت كاميليا شحاتة ولا وفاء قسطنطين دخلوا الاسلام لحظه واحده. لحظه واحده تمام. ايه اللي اعتمدت يعني انا هقول لك اهو. هناخد واقعة الاول كاميليا شحاتة. كاميليا شحاتة في 15/7/2010 هي كانت متجوزة القس ثودراوس سمعان راعي كنيسة عذراء في ديرمواس. في خلافات بينها وبين جوزها زي عشرات وبل مئات المسيحيين ومئات المسلمين اللي بينهم وبين بعضهم خلافات. خلافات أسرية. وهي عندها طفل عنده سنتين وهي مثقفة معاها بكالوريوس علوم إنما نتيجة الضغط النفسي عليها إن هي مش قادرة تتواءم مع جوزها تمام بعدت سابت له البيت تمام على أساس تقعد فترة تستريح نفسيا والأمور بعد كده تتوائم أو ما تتوائمش دي قضية تانية. إنما في مشكلة عندها في بيتها هل رغم إن جوزها أسيس إنما برضو ما يمنعش المشاكل العائلية تمام. ودي عندها طفل فسابت البيت يوم 15/7/2010 جوزها راح رجع البيت ما لقاش، راح مبلغ في اسم الشرطة إن هي اتخطفت تمام. هي بلغ انها خطفت. طبعا الشباب المسيحي صار انفعل بالموقف خاصة ان هي ست معروف عنها سلوكها سلوك حميد تمام بين اقرانها وفي المدرسة. فالشباب تظاهر وراح الكاتدرائية ابتدت يتظاهر ابتدت كل اجهزة الاعلام تركز التقط القضية ان في مشكلة طائفية مرات قسيس مخطوفة. ثبتت عشان دي اسلمت ولا لا؟ هل اختطفت فعلا؟ لا 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 تمام.
هي بحر إرادتها واخدة وراحت لقرايبها في مصر نوت. تمام. وحتى لما أمن الدولة قعدت تدور عليها ولقيتها بعد ما لقوها هنا في مصر سلموها للأنبا أغابيوس مطران ديرمواس. تمام. في يا جماعة علشان ما نختلفش، إسلام غير المسلمين بتنظموا قواعد وقوانين مكتوبة جزء منها طالع من الأزهر وجزء طالع منها طالع من وزارة العدل وجزء منها طالع من وزارة الداخلية. خطوات إسلام غير المسلمين لازم تتم بناء على هذه. إيه الخطوات دي؟ في عندنا إحنا بيحكم هذه العملية المادة 159 و160 و161 و162 و163 و174 حطها وزارة العدل بالاتفاق مع الأزهر. تمام. نمرة واحد، اللي عاوز يسلم يعمل محضر في الشرطة يقول أنا أنا عايز أسلم. الشرطة بتبعت لمديرية الأمن بتقول لها والله أنا عملت محضر رقم كذا. تمام. بيقول اللي فلان عاوز يسلم. الشرطة في مديرية الأمن بتعمل حاجة لجنة اسمها لجنة النصح والإرشاد، بس كانت اتلغت فترة ورجعت. هي حاليا رجعت فعلا؟ اول مرة اعرف. ايه؟ هل فعلا هي كانت اتلغت ايام حبيب العدل؟ حبيب العدل لغاها. لغاها. تمام. انما هي كانت موجودة ايوه ايام القضيتين. لا قضية ملغية من قبل. استناني بس. كانت موجودة ايام قضية وفاء. بالظبط. خلاص اتلغت عشان وفاء. ها؟ كانت موجودة ايام قضية وفاء. انما ايام كاميليا كانت ملغية. تمام. ما هو ده إنما إنما كانت موجودة أيام وفاء. أيام كاميليا كانت ملغية، إنما كاميليا ما وصلتش لهذه المرحلة. لأن هي ما راحتش أساسا اسم البوليس. صح. عشان بعد كده تروح لجنة. المهم بعد ما تعمل المحضر إذا هي أصرت على إن هي عاوزة تبقى مسلمة وتسيب دمها بتروح ومعاها اتنين أيوة. شهود مسلمين. تمام. اتنين رجالة، ودي اهم خطوة في الحكاية. مش معنى رجالة لان هو في الموضوع دوت القانون قالك ما ينفعش راجل واتنين ستات. الشهادة في الاسلام ممكن راجل واتنين ستات، قالك لا في الموضوع ده بالذات بالذات قالك لازم اتنين رجالة. تمام. يشهدوا ان دي جت تسلم من غير اكراه. تمام. عليها قصاد قصاد رئيس لجنه اسمها لجنه الفتوى والتشريع في الازهر. رئيس لجنه الفتوى والتشريع في الازهر لما بيعرف ان هي جايه تسلم وبحر ارادتها بشهاده الاثنين شهود بيخليها تقول وراء الشهاده، تنطق الشهاده. تنطق الشهاده وراء. تمام. ولا يجوز لحد تاني ان يخليها تردد الشهادة. يعني ضبط البوليس ما ينفعش في محضره يخليها تردد الشهادة. تمام. بعد ما بتردد الشهادة يخليها تقول وراء صورة اسمها صورة الإخلاص، اللي يقول هو الله أحد. قل الله أحد، الله الصمد. تمام. لم يلد ولم يولد. تمام. ولم يكن له كفوا أحد. تمام. بعد ما بالخطوتين دول بيجيب دفتر القيد صح عنده. تمام. بيثبت بياناتها قبل الإسلام وبعدين يثبت بياناتها بعد الإسلام. ويروح مديها شهادة إن هي أسلمت. تمام. واسمها الجديد كذا، بتاخدها تروح الشهر العقاري تسجل هذه الشهادة وتسجلها من غير مقابل ببلاش. لازم اللي يسجلها مسلم. دي لازم اللي يسجل ايه مسلم؟ اللي يسجل الشهادة دي لازم يبقى مسلم، يعني موظف مسيحي في الشهر العقاري. لا ما ينفعش. معقولة؟ شروطهم كده، شروطهم كده. عشان ما تستفزوش. تمام. بعد كده بتاخد الشهادة الموثقة في الشهر العقاري. انا بديك اللوائح والتعليمات اللي موجودة. تاخدها وتوديها للسجل المدني يديك بطاقة باسمك الجديد.
تمام. دي الخطوات كلها اللي متعارف عليها طبقا لقوانين الدولة. وما ينفعش إسلام غير المسلمين إلا قدام مدير إدارة الفتوى والتشريع. ما ينفعش أبداً. خالص يعني يبلغ من ناحية القانون. بالظبط لازم قصاد الراجل يعني هنا الشهاده وهو اللي بيخليها تقول الشهاده وراها صوره الاخلاص. ما نيجي نبص في كاميليا شحاته. تمام. كاميليا شحاته زارت مع جوزها، لا عملت محضر ولا راحت مديريه الامن. ايوه. ولا راحت اداره الفتوى والتشريع. ولا اتثبت اسمها قبل المسيحيه قبل الاسلام وبعده. ولا خدت شهاده. تمام. لم يطبق عليها ولا اجراء. فجئنا ان اشاعات طالعه. ايوه. ان هي اتحجبت واتنقبت وان حافظه نص القران. وفلان اتجوزها. تمام. ومعاها عقد. وان هي راحت للشيخ سعيد عامر. سعيد عامر ده اللي هو رئيس لجنه الفتوى والتشريع. تمام تمام. والشيخ سعيد عامر اثبت في الدفاتر ان هي اسلمت وادها الشهاده. خلاص رحت انا للشيخ سعيد عامر. ده هم قالوا ان هم قالوا يعني هم قالوا ان ان هي راحت ان هي راحت للشيخ عامر. تمام. رحت انا للشيخ سعيد عامر. تمام تمام. عشان انا فاضل. تمام. ومعاه دكتوراه. تمام. قابلته. حلف على المصحف انه ما شافهاش خالص. يا عم انت ما اديتهاش شهادة؟ يعني قال لي بقول لك ما شفتهاش خالص، ما جاتلكش هنا؟ قال لي ما جاتليش خالص. تمام. ولا شفتها. قال لا؟ امال هما بيقولوا؟ قال لي انا ماليش دعوه بالكلام ده خالص. تمام تمام. و شفت الدفاتر اللي عند الشيخ سعيد؟ لا ذكر ليها خالص. مفيش ذكر لكاميليا شحاته. كاميليا شحاته. وهو نفس الراجل المسؤول قال ما شفتهاش. تمام. يبقى منين جت عنده ده شهادة زي ما موجود بتاع ده. طيب وانا كنت موجود برضه في الحتة دي، شيخ احمد الطيب. أيوة. وهو انسان قادر. شيخ الاثر. جاب الشيخ سعيد عامر. كان في لقاء مع حضرتك يعني ولا ايه؟ انا دريت بديت وسألت فيه الشيخ احمد الطيب. تمام. انت جبت سعيد عامر؟ لان انا كنت مع اللي جبته. اشهرت اسلامها؟ قال لي لا. راح الشيخ سعيد عامر شافها؟ قال لي لا. ده مين بيقول لي؟ الشيخ احمد الطيب. الشيخ الاصغر. والشيخ احمد الطيب انا على علاقه صداقه بيه، وانسان فاضل استحاله يكذب. مش هيكذب طبعا. اي حد فيه القارات السته ممكن يتصل بالشيخ سعيد عامر وحيقول اذا كان شافها ولا ما شافهاش. سيبك ترد يا شيخ سعيد يعني. بلاش الشيخ سعيد عامر. تمام. اي حد اي جهاز تلفزيوني يروح للشيخ احمد الطيب، دكتور احمد الطيب. شيخ الازهر وهو انسان فاضل وبيمثل وسطيه واعتدال الاسلام. ويقول له جبت الشيخ سعيد عامر وسالته سؤال محدد، شفت وفاق السلطين ولا لا؟ كاميليا. كاميليا شحاته ولا لا؟ هيقول لك لا. تمام. انا بنفسي شفت الدفاتر، مفيش. ولدرجه ان انا في الكتاب عرضت 100,000 جنيه للي يطلع ورقه. دي مهمه. للي يطلع ورقه. ايوه. ورقه. اني كاميليا شحاته اسلمت. انا فعلا انا يعني انا لما قريت الموضوع دوت يعني قريته. انا مش هقول كده يعني انطلاقا من فراغ. انا كسبت دوت بعد ما قعدت مع الشيخ سعيد عامر 5 ساعات في مكتبه. تمام. تمام. وحلف لي ما شافهاش خالص. طب يا جماعه اذا كان الراجل المسؤول. تمام. ما شافهاش. ازاي نقول ان هي جت واثبتوها في الدفتر وخدت منه شهاده؟ ما شافهاش. تمام تمام. فانا شايف الحدوته دي، وانا بعت للجيش والقوات المسلحه اقتنعت. تمام. بهذا الموقف. انما بتيجي تلقى لاسباب. ايه الاسباب دي؟ يعملوا تبص تلاقي يعني مظاهره تطلع في جامع الفتح. تمام. وبعدين مظاهره ثاني في جامع النور. وبعدين مظاهره في اسكندريه. وبعدين مظاهره في جامع عمرو بن العاص. تمام. وبعدين من اسبوع يا جماعه كان ممكن تقوم حرب اهليه. يعني حصار الكاتدرائيه سابقه خطيره. شباب المسيحيين
جات لهم رسالة ان الكاتدرية هتتفجر اذا ما جابوش كامل يا شحاته. وفعلا يا دكتور يعني للرأي العام عشان انت قطعك يا دكتور. فطبعا يعني الشباب في ناس مع سلاح من السلفيين على فكرة. يعني في وسائل انباء وكان بره السلفيين تمام بره السور تمام وبينادوا بالفاظ ما فيش داعي الواحد يقولها عيب طبعا ها وفاصل بين القوات الشرطة العسكرية. عشان كده انا بحيي اللواء حمدي مدين قائد الشرطة العسكرية في ذلك اليوم ان منع حدوث حرب أهلية بين المسلمين وبين المسيحيين وقعد فاصل بقواته. كان ممكن جدا وياخد ده بالعنف طارة وياخد ده باللين طارة وياخد ده لان كان ممكن جدا وبس يضرب طوبة تمام من هنا يعني كله هيبقى فيه كان خلصت كانت ايه كانت ولعت وكان الدم بقى للركب حرق وطن حرق وطن تمام وكان الدم بقى للركب عشان ايه انا مش عارف خلاص يعني لو الست دي راحت الاسلام الاسلام النهاردة مليار و400 تمام لو زادوا واحد يا جماعة هترتفع راية الاسلام او لو المسيحية نقصت واحد ها هتنخفض رايات المسيحية. انا لو متأكد ان هي دي اسلمت انا بعلاقتي بقداسة البابا شنودة ممكن اجيبها انما ما اسلمتش خالص طبعا ومحدش واثبت لان انا متأكد لان انا قعدت مع الشيخ سعيد عامر قعدت مع الشيخ الازهر وكل العقلاء من الامة محمد سعيد العوة سأل قال ما اسلمتش تمام تمام ومعروف مين هو محمد سعيد الأمة صفوة حجازي برضه وصفوة حجازي قال ما اسلمتش لان الكل متاكد ان هي ما راحتش تمام وقلنا لهم هاتوا شهاده كل ده موجود للاثاره فانا ليا رجاء احنا النهارده عندنا 4 مليار نسمه سكان الكره الارضيه ما يعرفوش ربنا ما يعرفوش ربنا خالص اللي بيعبد الحمام واللي بيعبد الفرخه واللي بيعبد بنوجه ليهم التبشير المسيحي والدعوه الاسلاميه ايه الحكمه ان احنا عمالين نخطف من بعضينا و كل واحد يؤمن بربه تمام ها هي علاقه بالانسان يعني كل واحد يؤمن بربه ايه الحكمه ده عاوز يخطف من ده 10 وده عاوز يخطف من ده 5 تمام حبكت ايه اللي بيجروا في هذا الخط انا بعتقد ان غرضهم السليم وراها السليم. وراها اغراض سيئه طبعا وفي اشاعات ان في ناس بتقبض في السبوبه ديت تمام فعلشان كده اهوت ليا رجاء ان الشعب بعد الثوره العظيمه ديت يهدى لان مفيش طوق النجاه للامه المصريه هو في وحدتها الوطنية تمام. وان المسلمين يعيشوا مع المسيحيين في محبة واخاء لاني لو ما فيش محبة واخاء البلد هتولع وهتقوم حرب اهلية ودي في ناس ليها اغراض تعمل الحكاية ديت وانا بعتقد ان الجيش والمشير طنطاوي والمجلس الاعلى للقوات المسلحة متنبهين لهذه العملية جيدا علشان كده برضو برجع تاني واقول يوم الجمعة اللي فات لولا موقف الجيش المصري والشرطة العسكرية برئاسة اللواء حمدي مدين كانت مصر ولعت تمام. شباب من جوه مرتهب بيدافع عن كنيسته وشباب من بره السلفية يعني يدعي ان لازم ياخد الست ديت الست ديت برضو مسيحية ما اسلمتش تاخدها ازاي انا شايف الموضوع من خلال رؤيتي ومن خلال تدخلت في بعض المسائل ان هتتحل قريب وهيثبت للناس كلها ان هي ما اسلمتش بس ارجو بقى تكون دي نهايه في حاجه ما تطلعش بقى ايه تمام. طلبات تانية تمام بس في حاجه يا دكتور لو انا وقفك يعني دلوقتي في ظل الهجمة يعني السلفية الشرسة دي اللي احنا شايفينها يعني انا شايف من وجهة نظري الشخصية ان التصاعد السلفي اللي احنا شايفينه ده بيصب فعلا في صالح تفتيت الوطن وطبعا الحصار للكاتدرائية
دي سابقه خطيره جدا. حصار الكاتدرائيه دي طبعًا سابقه ده جوه قدس البابا شنوده التاريخ يعني، وكل الاباء يعني قاعدين محاطين بيه، الانبا ارميا تمام تمام والانبا يوهنس والانبا بطرس. سؤال مهم يا دكتور، لماذا لم يقم الجيش او لم يقم المجلس العسكري او لم تقم وزاره الامن الداخلي او الداخليه يعني بفرض يعني في قانون اقره المجلس العسكري بالبلطجه للبلطجه، لماذا لم يتم القبض على هذه الرؤوس اللي عايزه تدمر البلد؟ انا عايز اقول لك حاجه يعني ليه أنا ليه أنا يتم انا بتفق القانون. معك بتفق معك اتفضل بتفق معك في كل اللي بتقوله تمام، ان الردع مطلوب بلا شك خلاص اه، بس انا دلوقتي اعقاب ثوره بيبقى فيها تجاوزات. الثوره الفرنسيه كان فيها تجاوزات، الثورة الأسبانية كان فيها تجاوزات، ثورة كوريا الجنوبية كان فيها تجاوزات، ثورة أوكرانيا كان فيها تجاوزات. بعد فترة الأمور بتتظبط ها تمام. وأنا عايز أقول حاجة، رغم إن أنا متفق معاك بس برضو أنا ضابط بوليس تمام 22 سنة. الفكر يا جماعة لازم يوجه بالفكر، وده دور الأزهر إنه لازم يصحح هذا الفكر اللي مغالى فيه، لان هو فكر مغالى فيه مش بس بالنسبه لعدم قبول الاقباط. فاهم كلام ده، عندهم موقف من بنى الكنائس، عندهم موقف من قبول الاخر نفسه كمسيح يعيش معاهم، عندهم موقف عندهم للمرأة. موقف من المراه في بعضهم، عندهم موقف من الاضرحه في بعضهم، عندهم يعني هم كذا كذا فصيل يعني كذا فصيل وما يبرسهمش شيخ واحد. في بعضهم معتدل، في بعضهم متعصب. أنا بقول الآتي، ده في منهم فصيل بيعتقد إنه هو اللي بيمثل صحيح الإسلام لوحده بلا شك، ده والباقي كله على هرطقة. بيقول لك وكيل الله على الأرض والباقي كله الإخوان على هرطقة، السلف اللي بتوع الجماعات الإسلامية على هرطقة، بتوع الصوفية على هرطقة، بتوع الجهاد على هرطقة، بتوع التبليغ والدعوة على هرطقة، حتى بينهم وبين بعضهم في توتر. احنا قصاد قضية فكر، الأزهر الشريف لازم يتدخل، لاني انا مواجهة العنف دلوقتي في المرحلة دي لسه الامور ما استقرتش قوي، لازم الامور تعالج بالحكمة، محدش يشدني للصدام. ده رأيي، قد يتفق مع البعض وقد يتفق يختلف مع البعض، وخاصة ان البوليس عندنا لسه ما استعادش قوته يعني وعافيته. قوته النفسية على الاقل، بلاش قوته المادية، قوته النفسية لسه في علامات استفهام، وفي ناس على فكرة بتستهجر بالموضوع. اتنين، في خط احمر لا يجوز الاقتراب منه، المساس في الجيش او الدخول مع مواجهه مع الجيش. ليه؟ لان لو احنا واجهنا مع الجيش خلصت بقى. تمام تمام، مفيش بوليس كمان يبقى تمام. جيش لا، عشان كده انا بقول كاميل يا شحاته لم تدخل الاسلام لحظه تمام واحده. تمام تمام، يعني دلوقتي واللي معاه شهاده ان هي اسلمت طبقا لقوانين الدوله، انا بقول مستعد ادفع 100,000 جنيه ويطلع لي الشهاده لسبب بسيط. انا قعدت مع شيخ الازهر تمام، وهو حي يرزق، ممكن تسالوه. قعدت مع الشيخ سعيد عامر وهو حي يرزق، ممكن تسالوه، واديتكم تمر التليفون سعيد عامر تمام تمام، المحمول بتاعه اسالوه، شفت كمال يا شحاته ولا لا؟ طب اذا كان الراجل مسؤول بيقول لك ما شفتهاش تمام، يبقى منين بقى بدها الشهاده وبدها الشهاده؟ تمام تمام. يعني دلوقتي في حاجه مهمه يا دكتور، يعني دلوقتي احنا سمعنا من وسائل الاعلام ونشرنا عندنا وفي كذا موقع ان النيابه يعني بعتت، النيابه العامه بعتت للكاتدرائيه من اجل مثول وفاء كاميليا شحاته امامها. طبعا يعني الكنيسه ردت وقالت احنا ملناش علاقه على لسان منصف سليمان، احنا ملناش علاقه بموضوع. انا معلوماتي الاتي يعني معلوماتي الاتي، كاميليا شحاته هل من حق النيابه تستدعي تعلن الكنيسه تعلن الكنيسه بهذا الموضوع؟ لا 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 لا، هل من حقها كده؟ لا 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 لا. تمام، كاميليا شحاته بلغة وعاقلة تمام، مسؤولة عن نفسها ها، وهل ما قرأها الكاتدرائية؟ والله لو هي حاسة ان هي مخطوفة لحظة واحدة ما تبلغ. اتنين، جوزها حي يرزق تمام، لو حاسة